وده التحدي اللي بيواجهه المهندس المعماري، مش في اختيار شكل المبنى، لا، في تقسيمة الدور في المبنى. انا بقى هسألك سؤال، ايه اللي بيدهولي شكل حرف واي مش بيدهولي شكل تاني؟ ويفضلوا يحاكوا عملية تأثير الرياح على المنشأ دي بأكثر من 32 سيناريو. السلام عليكم يا حضرات، هسألك يا انسان عادي سؤال من الحلقات اللي فاتت، مين اللي بيحدد شكل المبنى؟ انت قلت لنا يا هندسة في الحلقة الاولى لما كنت بتقدم مشروع 31 نورث ان اللي بيحدد شكل المبنى هو المهندس المعماري، صح كده؟ صح يا انساني عادي. طيب انا بقى يا باشمهندس عادي هسألك سؤال، ليه المهندس المعماري قرر ان 31 نورث هيكون على شكل حرف واي؟ يعني ليه مثلا مش على شكل حرف اكس او زد او دايرة او مستطيل؟ اشمعنى الشكل ده تحديدا؟ ده اللي هنجاوبه في حلقة النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن الاسباب اللي خلتنا ناخد الشكل ده، وايه التحديات اللي بتواجهها ناطحات السحاب كل ما الارتفاع بيزيد، وازاي المصممين بيعدوا من هذه التحديات المهمة جدا. فلو عايزين تعرفوا اجابات الاسئلة دي سيبوا كل في ايديكم وعيروني سمعكم وانتباهكم. نتكلم في الموضوع مباشرة، ايه الاسباب؟ السبب الاول الجمال المعماري. من ضمن الاسباب اللي بيلجأ ليها المصممين المعماريين لعمل البرج على شكل حرف واي زي مثلا برج خليفة هي الجمال المعماري، مش بيلتزم بالاشكال النمطية التقليدية. طب يا هندسة الجمال ده امر نسبي واذواق، مش كل الناس ذوقها واحد. انا بقى هسألك سؤال، ايه اللي بيدهولي شكل حرف واي مش بيدهولي شكل تاني؟ بص يا سيدي، شكل حرف واي بيجعل المهندس المعماري يجيد استغلال كل المساحات في الدور بالكامل، وده التحدي اللي بيواجهه المهندس المعماري، مش في اختيار شكل المبنى، لا، في تقسيمة الدور في المبنى. مش احنا قلنا المهندس المعماري هو اللي بيحدد اماكن اوضه النوم فين، اماكن المطبخ، الحمام، الريسبشن، تقسيمه المقرات الاداريه، تقسيمه المحلات التجاريه، هو اللي بيحدد التقسيمات دي كلها. بيبقى دايما التحدي اللي قدامه ان المساحه دي ازاي يقسمها صح بحيث الانسان اللي يستخدم المكان ده يعرف يستخدم كل فراغ فيه منتهى الاريحيه، ما يبقاش متضرر، ما يبقاش تعبان، ما يبقاش حاسس ان هو مخنوق او قاعد في مكان ضيق. فاللي بيفرق معماري من التاني هو ازاي يقدر يستغل المساحات بهذا الشكل. فعشان كده شكل حرف واي هو شكل مناسب جدا للمهندسين المعماريين، بيحبوه عشان بيقدروا من خلاله ان هم يستغلوا المساحات في الدور بشكل دقيق جدا، واللي هيسكن في البرج يستمتع باحسن تجربه ليه وهو بيستخدم هذا البرج. ده مش كده وبس، شكل حرف واي بيساعد المصممين المعماريين على انهم يخلوا اغلب الوحدات اللي في الدور بيبقى ليها فيو مميز. الفيو ده بيكون مهم جدا جدا لمستخدم اي وحده داخل هذا البرج، لان المحيط الخارجي لشكل حرف واي بيدي فرصه لان اغلب الوحدات اللي هتكون في الدور دي بتبص معظمها على فيو مميز. طب يا هندسه، هل البرج شكله حرف واي عشان الناحيه المعماريه بس؟ لا طبعا، ده اللي هياخدنا للسبب التاني وهو الاضاءه. بص يا باشمهندس، اي انسان لما يحب يستخدم اي مكان بيحتاج نوعين من الاضاءه، الاضاءه الطبيعيه اللي هي الشمس، وبيحتاج الاضاءه الصناعيه اللي هي النجف واللمبات والدلايات وهكذا. من ضمن التحديات اللي بيواجهها المصممين وهي ان هما بيكونوا عايزين يدخلوا اكبر قدر من الطاقه الشمسيه واكبر قدر من ضوء الشمس لداخل المبنى. رقم واحد، عشان البيئة اللي دايما بيتعرض ليها ضوء الشمس بتكون بيئة صحية ما بتنشطش فيها جراثيم ولا ميكروبات. الحاجة التانية منتهى البديهية عشان ما نعتمدش على الإضاءة الصناعية، أنا كل ما قدرت أدخل أكبر كم ممكن من الإضاءة الطبيعية داخل المنشأ مش هحتاج لإضاءة صناعية كتير. ودي أحد المميزات اللي بتحققها ناطحات السحاب اللي على شكل حرف واي، بتديني مساحة سطحية كبيرة جدا من الواجهات الزجاجية، ودي اللي بتساعد في دخول إضاءة الشمس من كل اتجاه، وده اللي بيخدمني قوي في النقطتين اللي قلتلك عليهم. طيب ده السبب التاني، نيجي على السبب التالت وهو الرياح. بص يا إنساني عادي، خد عندك القاعدة دي، لا توجد قوة ربنا خلقها في العالم قادر الإنسان على إنه يلغيها. ممكن يأجلها، ممكن يحرف مسارها، ممكن يشتتها، لكن يكنسلها تماما ويوقفها؟ لا. رياح، زلازل، براكين، أعاصير، فيضانات، حتى هذه اللحظة الإنسان ما قدرش يعمل الحركة دي. طيب إيه علاقة الرياح بالمشروع بتاعنا؟ بص يا سيدي، أنا لو ببني شاليه في الساحل الشمالي ارتفاعه دور أو دورين، هل قوى الرياح بتأثر عليه؟ في الغالب لا، لان هي منشآت قصيرة ارتفاعها قليل. اما لو بتبني ناطحة سحاب فكل ما ارتفاع المنشأ بيزيد كل ما تأثير الرياح بيكون عليه اكبر، وده اللي بيحرص عليه مهندسين التصميم الانشائي وهم بيعملوا تصميم الهيكل الخرساني للمنشأ. فاكر لما كنت بقولك ان اللبشة بتقدر تشيل 378 الف بني ادم؟ هل دي الاحمال الوحيدة اللي بتشيلها؟ لا طبعا، الانسان بتشيل البني ادمين
والعفش والتشطيبات والهيكل الخرساني نفسه اللي هيطلع والعمدان والأسقف والواجهات الزواجية، كل ده بتشير اللبشة. مش كده وبس، ده اللبشة والهيكل الخرساني نفسه لازم يكون عندهم القوة الكافية ان هم يقاوموا قوى الرياح اللي هي بتتأثر بيها على مدار السنة في اعلى حالات ليها في شدة الرياح، وكمان تقاوم الزلازل. هندسة، معقول الهيكل الخرساني المفروض يستحمل كل الاحمال دي؟ أيوة، ده أمر ثابت لا جدال فيه. طب يا هندسة، أنا عندي سؤال، إزاي المبنى اللي على شكل حرف واي هيقاوم الرياح أكتر مما لو كان شكله دايرة أو مستطيل؟ بص يا إنساني عادي، عشان يحددوا الشكل النهائي لـ 31 North لازم المنشأ ده يكون متوفر فيه أربع محددات رئيسية. المحددات دي هي اللي هتخلي المنشأ يقاوم أقصى قوة للرياح. خد عندك المحدد الأول وهو الأجنحة التلاتة. المبنى عبارة عن ثلاث أجنحة مربوطين بمنطقة مشتركة ما بينهم. الثلاث أجنحة بالمنطقة المشتركة دي بيخلقوا مقاومة شديدة جدا لكل قوى الرياح اللي هتيجي عليها من أي اتجاه، مش من اتجاه واحد. دي حاجة. المحدد الثاني وهو شكل الواجهات الزواجية الخارجية. في مهندسين خبرات متخصصين في مجال هندسة الرياح بيسموهم مهندسين الرياح، دول دايما بيعملوا التجارب بتاعتهم بشكل مستمر على أشكال هندسية بحيث يوصلوا لأحسن أشكال للمنشآت تقدر تقاوم الرياح. فمن خلال التجارب دي استنتجوا إن كل ما كان شكل المنشأ فيه كيرفات أكتر، كل ما كان ضغط الرياح وتأثيره على الواجهات أقل. ليه؟ الفكرة في تيار الهواء. كل ما كان تيار الهواء المعرض للمنشأ ثابت ومنتظم وفي اتجاه واحد، كل ما كان تأثيره أقوى على المنشأ، والعكس صحيح. كل ما كان الهواء اللي بيتعرض للمنشأ مضطرب وله كذا اتجاه وعشوائي، كل ما تأثيره كان أقل على المنشأ. نفس فكرة كده. ايه؟ خرطوم المية. لو انا جبت حتة رخامة ورحت جايب خرطوم المية وقعدت اغرقها بالمية كده، هيحصل حاجة للرخامة؟ لا، لان المية بتنزل في كل حتة، ملهاش اتجاه ثابت. اما لما تحب تحفر في الرخام وتقطعه بالمية، نقوم مدخلينه على مكنة معينة اسمها ووتر جيت. المكنة دي بيبقى فيها مدفع مية صغير جدا، وظيفته ان هو يخرج مية تحت ضغط شديد كفيلة ان هي تقطع في الرخام اللي هو الصخر، تقطع في الصخر. نفس تأثير شعاع الليزر بالظبط. فعشان كده من مصلحتنا في اختيار شكل المنشأ ان احنا نوصل لشكل معين المبنى يسبب اضطراب دائم لاي قوة رياح تيجي عليه. ده المحدد الثاني. نيجي على المحدد الثالث وهو تغيير مساحة الدور كل ما ارتفاع المنشأ بيزيد. ازاي؟ قالك واحنا شغالين بننفذ في المنشأ، كل ما نوصل لعدد من الادوار وننفذه نبدأ نغير مساحة الدور. كل ارتفاع معين في البرج نغير مساحة الدور، نغير مساحة الدور ونقلله بدون التعارض مع اي متطلبات معمارية. طيب بنعمل كده ليه؟ عشان نفس السبب، عشان قوة الرياح لما يتعرض ليها المنشأ تبقى في حالة اضطراب واتجاهها عشوائي، وده برضه هيقلل التأثير الشديد اللي بيتعرض له المنشأ. والفكرة دي تحديدا خدوها من منصات البترول البحرية اللي هي بتحفر بترول في البحر. لما بيحبوا يعملوا الأساسات بتاعتها اللي هي ماشية في المية بيثبتوا فيها شفرات حلزونية. الشفرات دي بتخلي تيارات المية اللي بيتعرض ليها المنصة مضطربة دائما، وده بيهدي جدا جدا ضغط المية اللي بتتعرض ليها المنصة أثناء فترات الحفر. نفس الفكرة تقريبا بالظبط، شكل حلزوني. نيجي على المحدد الرابع وهو تحديد اتجاه المبنى. المبنى توجيهه هيكون عامل ازاي؟ بيشوف المنطقة اللي بيتحط فيها البرج ده، ايه مسارات الرياح المتوقعة ان هي تتعرض لها؟ بيدرسوا خريطة الرياح كده للمنطقة دي على مدار السنة، يشوف الرياح الدائمة جاية منين؟ الرياح الموسمية جاية منين؟ شدة الرياح قوتها كام؟ وبناء على هذه العوامل بيحددوا توجيه المبنى. بيشوفوا الاتجاه اللي بتيجي منه أكبر كمية رياح على مدار السنة ويظبطوا توجيه المبنى عليه بحيث في هذا المكان وبهذه الزاوية يقدر يقاوم معظم الرياح اللي هتيجي عليه طول السنة. طب يا هندسة، كل الكلام ده زي الفل، ازاي بقى هيضمنوا ان الشروط اللي قالوا عليها دي والمحددات دي ان هي لو اتنفذت في الواقع فعلا فعلا هتقاوم الرياح؟ يعني ازاي متأكدين ان المبنى بالشكل ده هيشتت قوة الرياح؟ عشان كده انساني عادي لازم يجروا اختبار في غاية الاهمية وهو اختبار نفق الرياح. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هم بيجيبوا التصميم المعماري للمنشأ ويعملوا نموذج مصغر منه، وبعد كده بيودوه لاحد الجامعات في استراليا عندها نفق الرياح ده. ده بيكون عبارة عن طرقة طويلة جدا زي اللي انتوا شايفينها في الفيديو بهذا الشكل، واخر الطرقة دي بتكون فيه مروحة ضخمة. المروحة الضخمة دي بتولد موجات رياح، موجات هوائية بتكون قوتها وشدتها نفس قوة الرياح اللي هتعرض لها المنشأ في الواقع، وبيشوفوا تأثير الرياح هيكون عامل ازاي على المجسم ده
وتأثيره كمان على المنطقة المحيطة حواليه، ويفضلوا يحاكوا عملية تأثير الرياح على المنشأ دي بأكثر من 32 سيناريو. يفضلوا يجيبوا المنشأ يمين شمال يمين شمال لحد ما يوصلوا لأحسن سيناريو للمنشأ ده يقدر يقاوم فيه قوى الرياح مهما بلغت قوتها على مدار طول السنة. وبعد كده يطلعوا تقرير بالنتائج اللي وصلوا لها ويقولوا والله يا جماعة المنشأ ده مطابق للمواصفات ومحقق اشتراطات الأمان وما عندوش مشكلة خالص لو تعرض للرياح شديدة. فعشان كده احنا مش بنكتفي بان احنا نطرح الفكرة بس، لا، لازم نتأكد ان هي لو اتطبقت في الواقع فعلا هتنفذ المطلوب واللي احنا عايزينه. ده كونسبت مهم جدا في التفكير الهندسي، كل حاجة بنصممها وننفذها لازم يكون ليها اختبارات. ايه الهدف من الاختبارات دي؟ ضمان ان المواصفات اللي احنا عايزينها وطلباتنا اللي احنا عايزينها فعلا هتنفذ في الواقع وان هي سيف وما فيهاش فيها اي مشكلة. دي كانت باختصار اغلب الاسباب اللي بتدفع المصممين لعمل تصميم لناطحات السحاب بهذه الاشكال. ولو عايز رأيي في حلقة النهاردة ايه اللي تستفيد منه، فجأة اقول لك، لو انت قدامك مشكلة وعايز تحلها عندك حلول تقليدية نمطية وعندك حل غير تقليدي، ما تروحش على الحل غير تقليدي لحد ما تجرب الحلول التقليدية العادية الاول. وده نسخته على حلقة النهاردة. احنا مع الارتفاع الكبير بيبقى عندنا مشكلة في الرياح، حلو قوي، جربنا الاشكال الهندسيه الطبيعيه، لقينا الموضوع مش هيكون احسن حاجه، فلجانا الفكره بره الصندوق عشان تلبي الاحتياجات بتاعتنا دي. لكن مش اول ما قلنا يا تصميم رحنا رايحين على الواي شيب على طول، لا، لازم تدرس الاول الطلبات اللي انت عايزها وتشوف هل الطلبات دي هتتنفذ بالطرق التقليديه. هتنفذ بالطرق التقليديه بس هيكون فيها مشاكل، مش هتحقق الاهداف بتاعتي. ساعتها اسيب الطرق التقليديه وابدا اروح لطريقه غير تقليديه تحقق لي كل اللي انا عايزه. دي طريقه التفكير اللي بفضلها لما نحب ناخد قرار في حاجه حيويه او عايزين نحل مشكله. وممكن تكون طريقه التفكير دي انت متفق معايا فيها او مختلف، فعشان كده انا عايز اعرف رايك تحت في التعليقات. هل دايما بتحب الافكار التقليديه المالوفه المضمونه اللي كل الناس عارفاها، ولا بتحب تخرج عن نمط الافكار التقليديه وتروح لفكره ما حدش عملها قبل كده؟ يا ريت اعرف رايكم تحت في التعليقات. وسلام عليكم يا حضرات.